وذبيحة اليوم 17 سبتمبر والاغتصاب والتصريح نطق الرسمي. سيد الوزير الداخلية، ما جاوبتنيش على الاغتصاب، على النطق الرسمي نتاع وزير الداخلية اللي قاعد يشعل في النار. Je crois que il y a que quand on a été victime qu'on peut comprendre. انا عيطت وقالوا شبه تعيط، انا سيست شبه تسايس، انا توا باش نجرب لانجاج اخر معاك برحمة والديك. اتنحي لي كل الاسحة متاعي. اللي يعمل غلطة في حياته واللي يغلط في خدمته ومسؤوليته راهو ما فماش حشمة باش نقولوا راني غلط. هذا نطق الرسمي نتاعكم ينجم يكون يسليميت ان سامبل كومونيكي او يلكسبليك افكتيفمون que cette victime a été violée. سامحني خليني نكمل سيد الوزير. que cette victime a été violée par trois policiers. ou baisse سيد الوزير. وفي الحكاية هذه il nous tarde d'avoir une justice indépendante. وفي الحكاية هذه سيد الوزير نقفلكم كي الشوكه.